السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنحضر لكم شوربة الفلفل الأصفر. نضع الزيت على الفلفل ثم ندخله للفرن. بعد ذلك نزيل القشرة. نضع القليل من البصل على نار هادئة نضيف القليل من زيت الزيتون أو زيت المائدة ثم الفلفل القليل من الثوم القليل من القزبر والمقدونس القليل من الطماطم القليل من الفلفل الأسود أو الإبزار القليل من الملح حسب الذوق القليل من الزعتر ثم الماء
وأخيرا دامت البنك نور. ثم نتركها لمدة 10 دقائق. بعدها نضعها في الخلاط الكهربائي. وهذا هو الشكل النهائي.